السلام عليكم جميعا. بالمحاضرة ما قبل الأخير من مادة التكنو، موضوعنا اليوم هو الأريسول والفوم، وأكيد لازم نعرف ليش هذين الموضوعين موجودات سوية بنفس الملزمة وما مفصولات موضوع عن موضوع. الجواب لأن في ناس ينتمن الموضوع واحد اللي هو dispersion media، وإحنا نعرف dispersion media يعني تواجد two phases من حالات المادة في آن واحد، يعني حنقول solid أو liquid أو غاز موجود بصلد أو liquid أو غاز، تواجد حالات ما يشابهن لكن في وقت واحد، وعن طريق agent أو عوامل أشياء تخليهن الاثنين متواجدين سوية. ومر علينا الاونتمنت وجماعته اللي كانت امتزاج، يعني هنا جماعة الامولشن كان وحدة ليكويد يعني زيتي ووحدة ليكويد اللي هو المي العادي، ومر علينا الشي يسمونه السسبنشن اللي هي كان سوليد بارتيكل موجودة بليكويد. اليوم محاضرتنا اليوم اللي هي الاريسول. الاريسول الليكويد يكون موجود بغاز وليس العكس. اما الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو الفوم، الفوم بالعكس من الأريسول اللي هو تواجد الغاز بالليكويد. من نحكي على الأريسول مبدئيا بالصيدليات احنا راح نحكي على البخاخات يعني هذين اللي ينطنا رذاذ، لكن من نحكي خارج الصيدلية فاحنا نقصد العطور، مو العطور المعبى بهاي اللي يعني تتعب به هيك، لا، وانما العطور الجاهزة اللي سوتش يعني تنرش رش، تمام. مبدئيا يقول لك شايفين مرات من نشتري فد معطر ننخضه نسمع اكو فد شيء بداخله جاي يتحرك اللي هي كانها سوائل، بس من الرشه يطلع لنا بس هواء. احنا ما كنا نعرف انه اللي موجود داخل العلبه هو سائل مضغوط، قصدي هو غاز مضغوط، ونتيجه انه احنا ضغطنا الغاز تحول الحاله سائله. اول ما احنا نضغط على الصمامات نكون احنا وفرنا له فد يعني شلون وفرنا له شويه هواء، فهذا الهواء راح يسمح انه الغاز يرجع لحالته الطبيعيه ويهرب من هذا المكان اللي هو بيه ويطلع على شكل غازات، تمام. هاي الاشياء اللي يعني خارج الصيدليه كنا هيك بس نرجها نسمع صوت بيها مي، بس هي مو مي بدليل انه احنا من الرشها يطلع لنا العطر ويطلع لنا البخاخ على شكل غاز، تمام. نفس الفكره هنا، النظام الاريسول هو عباره عن نظام مضغوط مثل فد ناس ببالي. المهم هذا النظام المضغوط يخلينا الماده في فد حاله مو نفس حالتها الأساسية، لكن لما أنت يعني شلون نقول تنطيها فد قوة دافعة، هاي القوة راح تأثر وتخلي النظام بداخلها راح يهتز وتطلع لك المادة مالتك الأصلية، زين. ومثل ما كل إحنا متعودين دائما إنه حاليا المركبات أو الأدوية هي ما تحتوي على active ingredient واحدة، وإنما تحتوي على more active ingredient، مادة فعالة على مدى خفف على المريض كمية الأدوية اللي ياخذها، زين. يقول لك طريقة الريليز، طريقة الإفراز مالتها إنه هي لما تطلع اللي شي يسمونه تطلق المكونات مالته، واحدة من الاثنين، يا اما كونتينيوس يعني شنو شلون يعني العطور مالتنا انت شما تظل داخل تضغط على هذا الصمام هنا شما تضغط عليه هو يظل يطلع لك شي يسمونه البخار مالته، لكن مو البخار العطر مالتك، لكن مجرد انه ما تشيل ايدك راح يتوقف. هذا الاول اللي نسميه الكونتينرز. النوع الثاني هو لا، انه انت قد ما تظل عليه هو راح ينطيك يعني دوز وحده، راح ينطيك جرعه وحده محدده ومقاسه، فعندك طريقه الاطلاق وحده من الاثنين، يا اما طريقه مستمره ويا اما لا انه مره وحده ينطيك الجرعه مالتك، زين. هسه هنا ذكرنا المعلومه اللي ذكرناها بالبدايه، قال انه هي عباره عن dispersion يعني تواجد شغله في شغله. هاي الشغله يقول لك انه ممكن هو الليكويد مادتك الفعاله، ممكن يعني ليكويد او سيمي أو صلد، شرط أنهم موجودات وين؟ موجودات بالغازز ميديا، تمام؟ يعني هي عبارة عن two faces، الفيس الأولى هي عبارة عن liquid، تمام؟ liquid أو يقول لك صلد، بس ترى هو أكثر شيء liquid، liquid وين موجودات؟ موجودة بغاز، تمام؟ هو هذا مصطلح الأريسول. يقول لك انه مجرد انك ما تسوي فد اكتف فد نشاط على هاي البافلز اللي هنا اللي هي الصمامات راح يعني يخرج لك هاي الريليز اللي ذكر لك اياها بالبدايه، تمام. ما بيها شيء صعب ان شاء الله. هسه شنو الهدف من انه احنا نصنع الاسيرول؟ بعرف هسه انا راح ناخذ مثلا ماده البيتا ميتازون، هاي موجوده على شكل تابلت، موجوده على شكل اي في، كذلك كريم، زين. ليش صنعناها على شكل اسيرول؟ اول شيء مدى الاريسول، اول شيء مثلا تابلت، ناس مثلا ما تعرف تاخذ التابلت، خلينا نقول مزعجه من ناحيه البلع مالتها، ناس تشهق من تاخذها بكيفهم، ناس يبكون من الاوبر وما يردون اي اوبر، وناس يقولون الكريمات يعني نتقزز وما نريد نستعملها على ايدينا وممكن تلزق وممكن الماده تتبدع وما ادري شنو. هنا تجيك فائده الاريسول. الاريسول شو يقول لك؟ يقول لك انه هي طريقه مريحه بالنسبه للبيشنت، شلون؟ انه هي بيا مكان انت تريد تخليها، مجرد تضغط على الدقمه اللي فوق قصتهم هاي الصمامات راح يعني ينطيك
الكمية اللي تريدها على المساحة اللي انت محددها، هاي الكمية اللي تريدها على المساحة اللي انت تحددها من دون ما تستخدم ايديك. يعني كميته، يعني فائدته الاولى والاخيرة انه هي مساحته كبيرة من ناحية التطبيق. يعني مثلا لا سمح الله شخص محترق خنقول رجله، خما اجيب له كريمات، هاي من علب مال كريمات يلا تخلص رجله، انت جيب له الاريسول او مجرد بخاخ، يعني هو ترشه على جسمه وخلاص انتهت القضيه. فنقدر نقول انه ميزه الاولى والاخيره للاريسول هي انه عندها لارج سيرفس، تنطينا مساحه كبيره، يعني هي مريحه بالاستخدام لين نقره واحده، يعني عن طريق اصبع واحد من يمك انه هي راح تنطيك للمساحه المحدده الكميه اللي تريدها من دون ما انك يعني بحاجه انك تدعكها باصبعك، تمام. وهي يعني طبيعي يعني بهاي طريقتها راح تقلل لك كميه الفوضى الموجوده بالتوبيكال بروبيشن الاخرى اللي هي الجل والكريم وجماعتهم، تمام. هذا الهدف اللي خلينا انه احنا نصنع الاريسول. زين هسه شنو هي؟ هي يقول لك انه من شنو يتكون الاريسول. يقول لك انه متكون من مقطعين، المقطع الاول برودكت يعني هي نفسها اللي يحتوي على المادة الفعالة، والمقطع الثاني اللي هو هذا البروبيلنت. البروبيلنت هسه كلمة ناخذها بكانة، هسه هذا من اسمه البرودكت، اذا هذا الشيء يحتوي، يحتوي لنا على الاكتيف انجريدينت المادة الفعالة مالتك. زين احنا متعودين ان نسوي اشياء صيدلانية بس المادة الفعالة؟ طبعا لا، المادة الفعالة والاكسبيانت الاشياء اللي موجودة وياها، ممكن على مود تخليها مستقرة، ممكن على مود تعطيها لون، ممكن انه هي كوسولفنت الها، يعني تساعد على انه تنطيها سائل بكيفها بعد، تمام، او تزيد لك الكفاءة للمنتج. هاي اشياء موجودة الى جانب الاكتيف انجريدينت، وجاي يقول لك انه المحتوى مالتك اللي هو هذا هنا، يعني خلينا نقول الجزء السائل ممكن يكون على شكل سوليوشن، ممكن سسبنشن، ممكن ايموشن، لكن تذكروا الايموشن شرط لازم هو اويل ان ووتر مو الثاني. ليش؟ لان احنا الزيت ما يفيدنا، يعني ما يتاثر بالضغط بقدر الماء، تمام. والسيمي سوليد والباودر، الباودر هذول جماعه اللي شي يسمونهم الازمه، يعني عاده البخاخات مالتهم تكون بها باودر، مو موجوده ماده سائله. زين ما بيها شيء، يعني احنا متعودين. يقول لك هسه هذا الجزء اللي هنا هو الجزء السائل، هو يحتوي لك على المحتوى مالتك. عاده محتوياتك شبيها الماده الفعاله، والشيء اللي يخلي الماده الفعاله مستقره، والشيء اللي يزيد من فعاليه الماده الفعاله، والشيء اللي يخليها سولفنت اذا هي مثلا سائله، وهكذا. ويقول انه عدد ذلك الاشياء اللي ممكن تتواجد بها اكيد حسب الدواء وحسب الاستعمال مالته وحسب حاجه المريض له، سوليوشن، سسبنشن، ايموشن، سيمي سوليد او باودر. زين هسه عندنا هذا الجزء الاول من مكونات الاريسول. هسه الجزء الثاني، الجزء الثاني اللي هو الاخ العزيز هنا اللي هو البروبيلنت، هذا انت اول ما تطبعون عليه هسه هذا عرفناه قبل شويه اللي هو من هو المحتوى مالتنا، شوف المحتوى اللي بيه الدواء. لكن هذا البروبيلنت بشغلتين، شوفوا احنا متعودين عاده انه اذا عندنا اشياء من مناطق ذات تركيز عالي، المناطق ذات تركيز ناصي راسا تنزل بطريقه يعني تلقائيه، ما بحاجه الى انك تستهلك جهد ولا بحاجه انك تنطيها طاقه. لكن اذا تلاحظون على البخاخ مالتنا الماده الفعاله موجوده لي جوا، واني بحاجه الى انه اني اصعد هاي الماده لفوق، زين اصعدها لفوق على ما تطلع على شكل رذاذ من هنا. زين ما هي الطريقه اللي على اساسها راح اخلي الماده من جوا، تمام، يعني من الأسفل وراح تصعد لنا لفوق؟ هاي الطريقة اللي هي البروبيلنت. البروبيلنت راح توفر لك فد ضغط، يعني فد طاقة معينة على المحتويات مالتك اللي هنا، نتيجة انه هذا الضغط اللي صار عليها المادة راح تنزل، يعني مو تنزل وانما هي موجودة بالأساس لي جوا من هنا، واكيد راح تصعد وتندفع لفوق. هسه عرفنا البروبيلنت اول استعمال له، اول استعمال له انه وفر لي فد ضغط معين او قوه دافعه صارت على اساسها الماده الموجوده في الاسفل تصعد لنا بالاعلى، وهو هذا الشيء اللي احنا نريده، تمام. والشغله الثانيه قلنا قلنا عليها انه الماده راح تمر من يمها اللي هو هذا الخط اللي بالنص، اوكي ما بصعوبه. نقرا السلايد، يقول البروبيلنت وفرت لنا فد شغله انه هي اعطتنا القوه اللي على اساسها انا طردت هذا البرودكت، هذا المنتج الفعال مالتي من الكونتينر. ولاحظنا انه هذه الاسهم اللي هم مسوين لي هاي اللي هي اشاره على الضغط كانت سببا في انه الجزيئات اللي هنا او اللي هنا او اللي هنا تندفع للاسفل، وانت تندفع للاسفل راح تنضغط وراح تطلع لي برا. زين هاي اول شيء كانت سبب بطرد الماده الفعاله. ثاني شيء نتيجه انه هذا الخياط اللي هنا، مو الخياط يعني خلينا نقول انه يسمونه الكيوب او الفازز اللي يمر من يمها هاي اللي هنا، يقول انه هي راح توصل لنا
مسؤولة عن إيصال المادة الفعالة باعتبار خارج لبرا، يعني خارج الكونتينر. تمام، هاي النقطتين، يعني ما بيها شيء توصل لك المادة وتنطيك ضغط مناسب حتى المادة تطلع زين. هسه سؤال، ايش تتوقعون انه الخصائص اللي لازم تكون متوفره بالبروبلنت؟ الشغله اللي كل احنا حاضينها راسا تكتبونها من دون اي شكل، هي نون توكسيك، مو بس بالنسبه للبروبلنت، لا دائما الاكسبيانت اللي نخليها بالاضافه الى الدواء مالتنا تكون نون توكسيك. الشغله الثانيه والمميزه انه هي تكون ماده تساعد على الاشتعال. صراحه هذا الشيء جدا صدمني وبحثت عنه هواي، انه ليش الماده اللي داخل الصمامات لازم تساعد على الاشتعال، بس ما عرفت الجواب الحقيقي. لكن حسب ما راح اثبتها بعقلي انه هم يحتاجون ماده فعاله، ماده بسرعة تشتغل، أو مادة بسرعة تنطيك مفعول على مود بسرعة البخاخ المادة تصعد لك لي فوق. تمام، إذا شرط البروبيلنت لازم تكون بيها متوفرة بيها ذن الشرطين، الشرط الأول غير سامة، والشرط الثاني إنه مادة سريعة التفاعل، سريعة الاشتعال، سريعة المدري شنو. تمام، هاي اللي هو الجزء الثاني من مكونات اللي يسمونه الأريسول. زين، هسه هي ما هي أنواع البروبلنت اللي نستعملها اللي قصتهم هاي؟ راح ينطينا نوعين، مو راح ينطينا نوعين، هنا بالأساس موجودات بس نوعين. النوع الأول اللي هو الغاز المسيل، يعني هيجي هاي المادة الفعالة مالتي، وهذا الغاز المسيل هنا، وهذا البخار أو الفبر الموجود هنا. زين، هاي النوع الأول. النوع الثاني لا، يقول لك إنه هو عبارة عن مجموعة من الغازات، البروبلنت مالتك اللي راح تستعمله، يعني الشيء الموجود فوق الأكتيف إنجريدينت مالتك هو مجموعة من غازات، مثل إيش؟ مثل الـ N2 ومثل غاز CO2. تمام، هسه خلي سولف إنه يقول إحنا ليش نستعمل غاز مسيل. تمام، يقول لك أول شيء جماعة الانهيليشن، يعني اللي يستنشقونها، يعني اللي يأخذونها أورالي، ونطاك عليها أمثلة. ثاني شيء الطانة، يعني جماعة التوبيكال بروبيشن، يعني هاي اللي تصير على الإيد، يقول لك إنه هاي، يعني أنا حسب ما كتبتها روح هنا، إن تخومات ترش بخار على إيدك، يعني يطلع لك مثلا الشيء يسمونه المادة مالتك على شكل بخاخ، يعني مو بخاخ، نقول إنه يعني هو باعتبار على إيدك. لا، من تريد تسوي توبيكال تريد شيء تشوفه أنت، يعني شيء يثبت، شيء واضح، شيء هيك شيء، فلهذا السبب إنه يسوون توبيكال بريبيشن على شكل غاز مسيل، لأن غاز على مود أنت تشوفه، أو تقدرون تقولون إنه هذا الغاز المضغوط السائل اللي سولفت لكم عليه، قلت لكم موجود بالعطور. زين، هسه هنا شو يقول لك؟ يقول لك إذا استعملنا الليكوفايد اللي هي الغاز المسيل، سواء واحد او استعملنا خليط من يمه، بهاي الحاله راح نقدر نسمي هذا النظام بنظام سولفنت، اكيد اللي صار على شكل سائل، مو بس سولفنت، نقدر نسميه فيهيكل. احنا نعرف كلمه فيهيكل يعني الشيء اللي يكمل لنا، تمام، لان هو صار سائل او مجموعه من السوائل، فبعد ان هنا راح اسميه سولفنت، يعني مذيب مدري ذائب، ونسميه فيهيكل. تمام، المن للماده الفعاله مالتك، وهسه بالصوره شويه توضح اكثر. زين، هسه بالنسبة لهاي المادة المسيلة مالتك اللي خلت الغاز صار سائل، ايش تتوقعون هي لازم تمتزج ويا الاكتيف انجريدينت مالتك؟ لو لازم ما تمتزج، اكيد لازم ما تمتزج، لان انت شرطك الاول والاخير انه لازم يصير عندك تو فيسز، انت جاي تشرح على نظام الديسبيرشن، لازم يكون عندك فيس هنا وفيس هنا. زين، انت اذا جبت البروبلنت مالتك بشيء ممتزج ويا الاكتيف انجريدينت راح يصيرن على شكل فيس واحد، وبهاي الحالة خربت الفكرة مالتك كلها. اذا الشرط الاول مالتك انه هاي المادة لازم غير ممتزجة ويا المي مالتك على مود لا تخرب فكرة التو فيسز، واكيد الدنسيتي مالتها لازم يكون اقل من واحد، واكيد لازم مادة مشتعلة مثل خصائص البروبلنت اللي حفظناها هنا. ها، انه هنا شو يقول لك؟ هاي رجاء كلش مهمة، وهاي يعتبر فرق الاولاني والاخير ما بين من؟ ما بين الاريسول، مدري الاسيرول، ويا الفوم. انه هو شنو البروبلنت هنا بمن؟ بالاسيرول، هو الاكسترنال فيس. تمام، لهذا السبب، يعني لان يعني فد شوي راح لحظه شوفوا لي، هاي مادتك الفعاله وهذا البروبلنت. تمام، شوفوا هذا ايش قد هواي، نتيجه انه هو صار البروبلنت هو الاكسترنال فيس، يعني هو الجزء الكبير لك، ما راح يصير عندك فوم. تمام، هاي حفظوها كلش زين، وهذا فرق كلش كبير ما بين يعني موضوع محاضراتك اليوم، انه يعني لان بروبلنت هو الجزء الكبير، الفيسز الكبير الموجود عندك، الفوم اللي هو الوغث ما راح يتشكل بالنسبه لك، يظهر على شكل سبراي، يعني هيك بخاخات او رش صغيروني او يرطب لك المكان. ها، اما بالنسبه للنوع الثاني اللي هو الغازات المضغوطه، اللي هو هنا يقول لك انه هي الـ N2 والـ CO2.
حلوة إن شاء الله. هسه راح يسولف لنا على النوع الأول اللي هو شو يسمونه الليكويد، الغاز المسيل. بالنسبة للغاز المسيل، الغاز المسيل اي الغاز الموجود على شكل سائل، وقلنا انه هو موجود بالعطور. يقول لك هو جاي يصير ليكويد نتيجة البريشر المسلط عليه، هو غاز بس لان انت مسلط عليه ضغط راح يتواجد بشكل سائل. بمجرد ما انك يقول لك انه تفتح هاي الصمامات اللي هنا، يعني الليكويد مالتك الموجود هنا راح يتحول على شكل غاز، يعود الى حالة الغاز، والناضي يستقر هنا بهاي المنطقة هنا او المنطقة هنا اللي نسميها شلون نقول يعني الجزء الموجوده بالجزء الفوق، او خلينا نقول يعني هم جاي يسمونها بالهيد الراس، لان الراس موجود لفوق فهي تتواجد لفوق، فهي يقول لك بمساحه الفوق. تمام، يقول لك مجرد انك ما تضغط على هاي الصمامات اللي هنا، باعتبار انت راح تقلل الضغط الموجود عليها، هذا الشيء راح يخلي بعض من جزيئاتك تعيد للحال تعود للحاله الغازيه مالتها، وعلى اساس هذا الشيء راح تتحول غاز وتثبت. وين تثبت؟ هنا اللي هي بالمنطقه الفوق بالنسبه لي القنينة مالتك اللي انت مستعملها الكونتينر. زين، هسه هنا شي يقول ما بي شي قلنا. هسه هاي الفكرة انه الليكو هاي بالنسبة للليكوفاي بعض الفكرة وين الضغط اللي هنا، هذا الفرق ما بين الليكوفاي وهاي الجوهة الثانية المضغوطة، انه الضغط دائما راح يبقى ثابت. لهذا السبب هيك نوع من الشي يسمونه هيك نوع من الكونتينر ما تبقى مادة لي جوا من الاكتف انجريدينت مالتك. تمام، ما راح تبقى مادة فعالة لي جوا. ليش؟ لان التحكم بالضغط راح يبقى ثابت، واداء الرش راح يظل ممتاز ومصان. تمام، مو مثل النوع الثاني، فدي شوي ما راح اشرح راح تشوفون الفرق. خليها عيد هذا اخوي بس يصيح يعرف يحكي حكي. المهم هسه هذا النوع صاير ليكويد ليش؟ لان هو موجود تحت ضغط، هاي اتفقنا عليها. بحالة انه احنا نشيل الضغط شوية، بعض من الليكويد راح يرجع لحالة الغاز وراح يتجمع بالجزء الفوق من هاي العلبة مالتنا. هذا النوع من الكونتينر اللي هي نفس هاي السبراي اللي نلعب بيها بالمفاجآت، نريد نرش على واحد، هذا النوع من يمها كل المادة تطلع، يعني بالنهاية ما راح يبقى شويونة بقايا بالكونتينر مالتك. تمام، ليش؟ لانه الضغط راح يبقى ثابت، فعملية الرش راح تبقى مصانة ويبقى محافظين عليها. اوكي، هسه شنو نجي للنوع الثاني اللي هو الغازات المضغوطة. يعني راح هنا نشوفون الشكل، هاي المادة الفعالة مالتنا اللي هي بها الاكتف انجريدينت اللي هي البرودكت، وهنا البروبيلنت مالتك. البروبيلنت بمجموعة غازات ثابتة مضغوطة. تمام، سهنا شي يقول يقول انه هي يعني اكيد الغازات وين راح تتجمع؟ بالهيد سبيس، يعني راح تتجمع هنا بالمنطقة الفوق من هذا الليكويد، الليكويد مالتك اللي يحتوي باعتبار على المادة الفعالة. وين؟ بالكان. طبعا هاي الكان مو كان يعني يستطيع، وانما كان يعني الكونتينر اختصار كلمة علبة. تمام، بمجرد ما انك يعني شلون نقول تضغط على الصمامات، هذا السائل الموجود هنا راح يخرج للخارج. تمام، يقول انه هذا الغاز بعض. هسه هنا ايش عندنا في القضيه كنت تعرفونها، انه هذا اللي هنا البروبيلنت هو ثابت. تمام، ما راح يتغير. اللي راح يتغير عندك وين؟ هذا الماده الفعاله ما تعرف منه ايش ما تشتش من يمهن، راح تقل لحد ما انه فد مره من المرات راح توصل لهنا، بقت بس هالقد من الماده الفعاله مالتك. هو بالحقيقه البروبيلنت مالتك ثابت، لكن هذا من فرغ هنا باعتبار خلصت المادة الفعالة مالتك، قل الضغط بالكونتينر نفسها، فقل الضغط على الغازات الموجودة هنا. يعني شلون؟ هو حجم الغاز ظل ثابت، لكن الضغط اللي يسلط عليها هو هذا اللي قل. لهذا السبب بعض من بقايا هذا النوع من الكونتينرات راح يبقى اللي جوه وما راح تقدر تطلعه. ليش؟ لان كمية الضغط المسلطة راح تكون قليلة ما تسمح بانه الباقي يطلع من الكونتينر اللي برا. تمام، يقول بهذا النوع، شوف هو وضحها لك اياها، يقول لك يا بكمية الغاز الموجودة بالهيد سبيس، يعني قلنا بهاي المنطقة الموجودة لي فوق باعتبار مثل مشبهينها مثل الرأس لي فوق، فهي هاي المنطقة موجودة لي فوق تبقى نفس ما هي، لكن انه يصير الضغط انخفاض بي داخل هاي الكونتينر مالتها.
تمام؟ فيقول لك عملية يعني عملية الرش، عملية السبراي ايش راح يكون؟ راح انت تتحكم بها من ناحية الصمام اللي انت خاله هنا، ومن ناحية الاوتوماتيك اللي يسمونه المحركات اللي انت خالها بهاي الطبقة اللي هنا. ها اه مثال عليها CO2 وال N2O، هاي شو دانا هنا والN2O واكيد النيتروجين. هذا المثالين احنا حفظناهم قبل شوية زيد عليها بس اختهن اللي هي ميكسينج بين ذن الاثنين اللي هو النيتروس اوكسايد. ها فكرة هذا النوع انه هلا عيدة مرة ثانية، مش عارف كمية الغازات الموجودة هنا حتبقى ثابتة، لكن الاكتف انجريدينت مالتك الموجودة هنا يعني بش ما تستعمل هي حتقل. المادة نتيجة انه هنا المادة قلت حيقل الضغط المسلط عليها من قبل الغازات اللي هنا، فبعض المادة راح تبقى لي جوا وما راح تطلع. زين شلون احسن من هذا الشيء؟ اختار صمام زين ومحرك يطلع لي التدفق بشكل ممتاز. زين مو ذكر لنا امثله، خلصنا. ها هسه اللي شو يسمونه المحركات والصمامات، اول شغله لازم تعرفونها انه باعولي هنا موجود اطنون من المحركات والصمامات. يابا ليش جاي تختلف؟ اكيد راح تختلف حسب الماده الموجوده بداخلها. شوفوا النهايه هيجي وهاي تنضغط من هنا وهاي هنا وهاي بيها باعتبار هيجي، يعني حسب الماده ممكن تكون صلبه ممكن تكون، يعني يقول احنا على اساس المنتج الموجود بداخله ممكن تكون ليكويد او سائل او سيمي سوليد، راح تختلف طريقه المحركات اللي احنا جايين نخليها. زين ليش ما موجود حاله الغاز؟ الجواب لان بالثلاث حالات هو اكو غاز، يعني ما احنا نصنف حاله موجوده بالثلاث حالات. زين هسه ليش جاي يصير انه احنا عندنا اختلاف بالبرودكت؟ ليش ناس جايين نعطيها ليكويد وناس جايين نعطيها سوليد وناس سيمي سوليد؟ الجواب على حسب الابلكيشن، انت وين تريد تطبقها بجسمك وين تريد تخليها راح تختلف حاله الماده اللي تخليها. اكيد الموجوده بالفم تختلف عن الموجوده بالانف، الموجوده عن الانهيلر والموجوده باللكتم، يعني تختلف على حسب المكان اللي انت جاي تخليها بيها، جاي تختلف المكونات مالتك. تمام هسه بالنسبه لهاي الصمامات راح ناخذ واحد ونفككه بهذا الشكل. اول شغله لازم تعرفونها هسه تشوفون على هذا الاسم، هذا الاولاني اللي هو هذا اللي هنا، هذا يتحكم لنا بالتدفق والنمط. التدفق يعني شنو؟ يعني شلون نقول اللي من هنا الماده لازم تصعد هيجي وخلاص وتطلع، هو يتحكم بيها والنمط. زين النمط شنو؟ النمط اللي اقصد به هو اذا نمط الاعطاء يكون مستمر، يعني ظل ينطيك ما انت ضاغط عليه، لو ينطيك جرعه واحده مقاسه لما تضغط عليه. زين الشيء الثاني اللي هو هذا الموتينج كاب، من اسمه انه هذا فد يعني شلون نقول هذا، خلينا نقول هذا القبق يمه اي هذا القبق وهاي الكونتينر مالتك، فهي هاي المنطقة الموتينج كاب هي الجزء اللي يربط لك ما بين هذا الفوق ويا الكونتينر اللي انت خاله بها. تمام الشيء الثالث اللي راح ناخذه اللي هو هاي الصمامات، هاي هذا الصمام اللي هنا يتحكم لك بتدفق همين خلينا نقول الباودر او الماده مالتك لفوق. ثالث شغله مثلا رابع شغله هي هاي السبرنجه اللي هنا، هاي السبرنجه اذا تلاحظون انه هي صايره كلش على نهايه الصمام الموجود، شوف اللون يا ربي الصمام اللي موجود هنا، فهي تغلق هذا الصمام. زين اما بالنسبه للهاي الهاوسينج فيقول لك انه هي توجد، يعني حتى هي موجوده بالنهايه، يقول لك هي فد شيء يرافق لنا السبرنك وايضا يتحكم بعمليات التدفق. لا تنسون انتو يعني هاي مثلا هي هاي خلينا نقول انه الصندة او الشيء الموجوده بالكونتينر اللي عندك اياها، لازم الماده تصعد منها 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 ويلا تروح على المكان اللي انت المفروض مخليها به. فيعني لازم هاي الاشياء الموجوده كلها لازم تطلع لك التدفق ممتاز، ما ناس يروح هنا وناس يروح هنا، يعني لا يكون يطلع او يمشي عدل. زين واخر شيء واللي هو يعني باعتبار اسهل شيء انه هاي التيوب، يقول لك هاي التيوب هي توصل لك الشيء من الموجود بالكونتينر مالتك يصعد لك اياه لفوق. تمام نعيده مره ثانيه على الرسم الثاني اللي هم خالينا اياه. شوفوا لنا هذا الرسم، اول شيء يقول لك انه هاي الستيم هنا ايش قلنا؟ قلنا يا بتتحكم بالتدفق. هذا الـ يعني تشنها
قباق، قلنا انه هي هاي الشيء اللي يربطنا ما بين الصمامات وما بين الكونتينر الموجوده اللي جواها. هاي اللي هنا قلنا هاي الستيم تتحكم لنا بعمليه التدفق، قلنا هاي السبرنجه تسد الفافلز او الصمامات الموجوده فوقها. هاي نهايه السبرنجه اكو شيء يسمونه الهاوسنج، الهاوسنج انه هي شيء مرافق لنا لهاي السبرنجه وايضا يتحكم لنا بعمليه التدفق. اما بالنسبه لهاي تيوب انه وظيفتها انه هي تسحب لك المنتجات الموجوده اللي جوا وتصعدها لفوق، تمام؟ كل هاي الأشياء يعني حكيناها نصا. ها باستثناء هاي الكلمة يقول يعني ظهر انه فد اكو شيء ما كاتبين لك اياه بالرسمات انه موجود على كلمة يس او نو سويتشنج، يعني تقدر تشغل وتطفي من يمه، تمام؟ هسه بهاي الآلة ما موجودة، لكن بوحدة من هاي الآلات خلينا نفترض انه هي هاي الدقمة، وبهاي الآلة هاي هنا بهاي الآلة هي اللي يعني نقطة نطفي ونشغل من يمها يعني الإعطاء مالتنا تنطينا لو ما تنطينا. ها تمام، يعني حلوات ان شاء الله. هسه شنو انواع الصمامات؟ يعني اثنين عرفناهن انه هاي تنطينا الجرعة واحدة وموحدة ومقاسة، هاي اللي تنطينا الجرعة مستمرة، يعني تش ما تشيل ايدك يلا تتوقف، يعني من تضغط ضغط على الصمام هو يظل يستمر بالاعطاء. هذا الجماعة الربو الاسمى، يعني هذا تلقائيا يروح للجهاز التنفسي، واكيد التوبيكال مثل اللي اخذناه بالادفانتج، سهلات ان شاء الله. هسه شنو الديس ادفانتج؟ مثل ما احنا حكينا على التوبيكال واخذنا الادفانتج مالتها، الديس ادفانتج ايضا راح ناخذها على التوبيكال. يعني خلينا نقول نفترض انه انت طفر عليك دهن، تمام؟ يعني منطقه صغيرونه من جسمك صار عليها شيء يسمونه احتراق، فانت بهاي الحاله شو تفضل؟ تستعمل الكريم وتستعمل الاسيرول؟ اكيد تستخدم الكريم، لان هي شويونه، فيقول لك الديس ادفانتج تظهر وين؟ لما يقول لك انك من الصعوبه راح تسوي عمليه يعني تاخذ او تستهلك او تطبق اللي هو الاسيرول على هاي المنطقه الزغيرونه، يعني على اليمين. وبنفس الوقت يقول لك انه هي نوعا ما تعتبر غاليه مقارنه بالكريمات ويعني جماعتها الاخرى. ليش؟ لان الجهاز مالتها الباكج مالتها او النظام يعتبر مكلف، مو مثل الكريمات او باقي التوبيكال، تمام؟ يعني الديس ادفانتج مالتها انه هي بالكميات الزغيرونه ما تفيدك، يعني هي كميه صغيرونه او منطقه صغيرونه ليش تستعمل لها استيرول؟ استخدم منها مثلا التوبيكال البقيه، تمام؟ وبنفس الوقت الجهاز مالتها هاي اللي سولفناها هنا أنا قبل شويه يقول لك تعتبر نوعا ما غاليه. اوكي. هسه اكيد لازم ينطيك بعض الادويه، هنا انا مقسم لك اياهن على يعني ثلاث اصناف، وطبعا هو اكثر شيء احنا دائما نشوفه انه هذا صدق مفيد، يعني من ناحيه انه هو يمنع تساقط الشعر، وهذا البيتاميثازون ايضا مشهوره، تمام؟ هاي اخذت الدكساميثازون، يعني هذا حفظ وسيم ان شاء الله. هسه الجزء الثاني من محاضرتنا اللي هو يعتبر على العكس وعلى النقيض من الاسترول، اللي هو من هو الفوم. الفوم مثل ما عبرنا ببدايه المحاضره قلنا انه هي ديسبرجن ميديا ويا شر يا ديسبرجن اللي هي الكورس، تواجد يا حالتين من حالة المادة، الغاز غاز موجود وين؟ بسائل، تمام؟ طبعا احنا هسه راح تقولوا قبل شوية مهمه كنا نخلي غاز بسائل، اقول له اي صحيح، لكن السائل الموجود هنا نتيجة عملية الضغط صاير هو سائل، بالحقيقة هو مو سائل، هو عبارة عن غاز. اوكي. فهسه شي يقول لك؟ يقول انه هسه يعني راح يسولف لنا بالعمق على الفوم، بس هسه عندنا سؤال، هي الفوم ليش تتكون؟ يعني ليش جاي يصير عندنا وغف او جاي يصير هيجي يعني هيجي رغوه او شيء؟ الجواب، وقلنا هاي نقطه كلش مهمه، انه البروبيلنت هاي مادتنا البروبيلنت شبيها هالمره هي الانترنال فيس، ولان هي الانترنال فيس جاي تنطينا الوغف اللي جاي نشوفه، تمام؟ طبعا اشهر شيء بالنسبه للوغف واللي اغلبيتنا شايفينه هو هذا اللي يخلونه بالحلاقه، كريمات الحلاقه، هذا يعتبر نوع من انواع الوغف باعتبار. زين هسه خلينا نشوف شنو المكونات مالته. هنا كنا سولفنا عن المكونات، قلنا انه هي اكتف انجريدينت عاديه وياها الحبشكلات مالتها. هنا يقول لك هو عباره عن emulsified سيستم. زين من نتذكر الايمولشن ايش قلنا؟ قلنا انه اثنين شغلات، واحده تتواجد على شكل دوائر، يعني هي حاله ليكويد، تتواجد بنص سيستم ايضا ليكويد، تمام؟ بس هي الفكره هنا شنو؟ عندنا فد فقاعات، يعني احنا اذا تذكرون الرسمه كانت هيجي يقول لك هاي مي واكو قطع زيت، هذا اول ما عرفنا الايمولشن. نفس الشيء هنا يقول لك انه اكو فقاعات موجوده بنص سيستم، تمام؟ فيقول انه هو عباره عن سيستم فقاعات من الغاز منتشره في الليكويد مالتها، زين؟ ويقول لك ممكن انه هي تكون يعني سيمي سوليد، مو شرط انه هي تتواجد على شكل فقاعات، زين؟
واحنا نعرف انه الايموشن متكون من يعني تو فيسز، فالتو فيسز ما ممتاز جات واحد بالثاني، فبهاي الحاله احنا نحتاج سيرفكتنت نخليها على مود تخلي جزء يمتزج ويا الجزء الثاني. زين، وهنا من عبر لك اياها احنا كنا نقول زيت ومي، هنا لا، انه هو عباره عن اكتف انجريدينت مالتك وين موجوده، باكويوس يعني مي، او نون اكويوس اللي هو من هو العضوي الفيهيكل مالتك. بما انه ذن الاثنين ما يمتزجن في شيء اكيد لازم نخلي لها سيرفكتنت. ها مو صعب، انه هو الفوم عرفنا انه هو ديسبرشن ميديا غاز الليكويد، والنوب من سوالفنا قلنا انه ليش جاي يصير، لان البروبلنت هو الانترنال فيس، طبعا هاي قلناها وراح نعيدها، انه الايموشن اللي نستعمله هو عباره عن اويل اند ووتر مو العكس، نتيجه انه هن تو فيسز احنا راح نستعملهن، واحده منهن الاكتيف انجريدينت مالتك، وواحده ممكن اكويوس وواحده نان اكويوس، فما راح يمتزج الناس ويا الناس، فراح نخلي سيرفكتنت ويانا. تمام، وهنا نعبر عليك انه هاي الغازات موجوده على شكل فقاعات، لهذا السبب احنا سميناه يعني الايموشن سيستم، لان تتواجد فقاعات غير مستقره في نظام سائل. تمام، ها هي سهله ان شاء الله. هسه شنو الفوائد بالنسبه للفوم؟ نفس الشيء نرجع على كريمات الحلاقه، اول شيء انه هي سهله من ناحية التطبيق بالنسبة للبيشنت، طبعا هاي مو شي صيدلاني لكن شي يبقى بالذاكرة. ثاني شي عندنا هذا المصطلح اللي هو مستهلك مقبول، بعض اكو شي بعالم التكنولوجيا يعني التكنولوجي هو يسمونه TAM. TAM هو انه لما ينزلون منتج ما مدى استقبال العميل او البيشنت اليه، يسمونه بهذا المصطلح. فبالنسبة للفوم يعتبر مستهلك مقبول بالنسبة للعملاء مالتهم. هسه اول ميزة سهل، ثاني شيء انه هو مقبول لدى العملاء، ثالث شيء انه هو سهل من ناحية التطبيق مالته، يعني هي مجرد انك بس تضغط على هاي الشيشة مالته من فوق، واكيد انه هو اقل كثافة، يعني ما راح نشوفه انه هو يعني لزج ويتبدل وما ادري شنو، لا انه هو كثافته تكون قليلة، واكيد ينتشر بسهولة دون الحاجة انك مثلا تستعمل اصابعك او شيء انك تنشره، لا مجرد انه تخلي الآلة توزعها ونوب تجي تجيب الشفرة وتنزل. تمام، يعني هاي المميزات مالته. يقول بالنسبة للفوم مو بس مثل ما ضربت لكم مثلا انه هي على الحلاقة، لا كذلك الفجينا والركتال وللحروق ولا ما لا نهاية. زين، يقول انه هاي الفوم مو مثل ما خطر ببالك انه هي رأسا نستعملها للحالات الحروق اللي هو حالة الامولنت، عملية انه هي ترطب لنا الجلد، لا ايضا تستعملينها بعملية انه هي تجفف لنا الجلد مالتنا. على اساس شنو؟ اكيد على اساس الكومبوزيشن او على اساس المكونات مالتها جاي تختلف على التطبيق مالتها او الوظيفة مالتها. زين، شنو يعني هسه الفوم ليش مفيد؟ سهل ويقبل المريض، هاي السهل ويقبل المريض وبسرعة يتطبق، قصدي بسرعة يطبق وقليل الكثافة وبسرعة ينتشر وما بحاجة انك تستعمل اصابعك واستعمالات عديدة بالجسم، ويوفر لنا فاكشن متناقضة، يعني الايمولنت وين اللي ترطيب عن التجفيف وين؟ على اساس الكومبوزيشن مالتها. تمام، حلوة، قلنا انه هي ايمولشن، وقلنا انه ناس ما تمتزج ويا ناس، فاكيد لازم نخلي سيرفكتنت، ولازم واكيد احنا هاي نعرفها وحاطينها، انه السيرفكتنت اكو منها اثنين اللي هو الايونيك والنون ايونيك. الايونيك من اسمها يعني صاحبة الشحنة، من شحنة يا اما موجبة يا اما سالبة، واكيد راح تسبب لك مشاكل لانها مشحونة ولانها ما تخترق بسرعة، يعني احنا نعرف انه هاي الخلية مالتنا هذا من هنا راح يبقي يصير دبل فوس يعني دبل دهنية، فهنا هاي ما تقدر تخترق وهي عندها شحنة فتسبب لك مشاكل. ومثال عليها يقول لك التيترا يعني الترا يعني ثلاثة، الإيثانول يعني تعرفون الإيثان ميثان إيثان، هذن الذرتين المتصلات، وبهن أول يعني أو إتش وأمين، هذن بحالة الأن أيونيك يعني المشحونات. أما بالنسبة للنان أيونيك يعني لا يحمل شحنة، بما أنه لا يحمل شحنة يعني الاختراق مالته سريع، بما أنه الاختراق سريع يقول لك المشاكل التوافقية اللي راح يقدم لك إياها تعتبر يعني قليلة. ليش؟ لأن هو بالأساس ما عنده شحنات، هو نان أيونيك ما عنده شحنة، بسرعة يخترق وبسرعة يمشي فما يسوي لك مشاكل. مثال عليه عائلة البولي أوكسيل، هاي بولي أوكسيل أثيلين فاتي إستر، نفسها بس يصير سربتل إستر، والكلاين إيثانول والكين الكينول أمايد. تمام، هاي أمثلة على النان أيونيك، طبعا ذني جدا مهمات، أكيد من يجيبون إياهن يذكر ذني كلهم، يقول إكسبت ما موجودة ويقول طلع لي بس هذا النوع. تمام، السرفكتنت نوعين، ممكن تكون انه هي ايونيه وغير ايونيه، على اساس على اساس الشحنه اللي تظهر عليها. ام الشحنه ام ما بيها شحنه راح تكون ما تسبب لنا مشاكل لان هي بالاساس ما بيها شحنه. تمام، هسه انواع الفوم عندنا نوعين،
من أساميهن واحدة اسمها فوم بريكينج، يعني قصدة تنكسر بسرعة، وفوم مستقرة باعوا. أول شغلة احنا ما راح نقول انه الوغف ينكسر، لا هو مو ينكسر لأنه هو مو شيء صلب، لكن نقول الوغف بسرعة راح ينزال، تمام؟ يعني انه مجرد ما يعني انت ضغطت على الصمامات راح يشكل لك الوغف، ورا ما راح يشكل لك وينشأ، يعني ورا ما يخرج من الكونتينر مالتك راح ينهار بوقت سريع نسبيا، تمام؟ يعني الوغف راح يطلع لك بسرعة ويتجمع لك بسرعة ويشكل بسرعة، وكذلك الانهيار، هاي الكلمة انه هو الانهيار مالته، او خلينا نقول انه يعني شلون نقول تختفي الوغف بسرعة، ما راح يبقى ثابت، ما راح يحافظ على القوام الوغفي مالته. زين هذا النوع احنا ليش نصنعه؟ على مود نزيد كمية نقول الوغف او المادة الفعالة في هذه المنطقة من دون الحاجة الى انك تفركها يدويا او انه انت تنشر هذا البرودكت مالتك على باعتبار وجهك مثلا، تمام؟ هذا النوع يعني انا اريد تتجمع لاكبر كمية من الوغف لكن بدون ما استعمل ايدي او اي شيء ثاني. زين هذا النوع من الاكتف انجريدينت شنو ميزتها؟ انه هي بسرعة راح تصير لك متاحة، وبنفس الوقت بسرعة راح تنهار، يعني هي من اسمها بريكينج، يعني احنا ما راح نقول تتفكك، وانا ما راح نقول انه هي تنهار او تخسر القوام الصلب مالتها بسرعة. زين هسه هنا هو النوع الثاني، طبعا انا نسيت احذفها. النوع الثاني اللي هو الستيبل، هذا من اسمه ستيبل، يعني بسبب المكونات مالتها يقول لك انه هي راح تحافظ لنا على الفوم مالتها، وذكر لك مثال مثل كريمات الحلاقة. زين سؤال، ليش هنا جاي يصير عندنا ستيبل وهناك جاي يصير عندنا بسرعة يصير لبريكينج؟ اقول له السرفكتنت اللي استعملناها بنوع الستيبل عندها ليميت، يعني عندها كمية محددة من ناحية السليوبوليتي مالتها بالذوبان من ناحية الاورجانيك والاكويوس فيس. تذكرون من سولفنا على اللي هي هاي جماعة السرفكتنت الاتش، يمكن اتش بي ايال ما اعرف ايش هيك كان اسمها، كانت عندها نسم يعني من 1 إلى 18، هي هاي السرفكتنت. فشي يقول لك احنا راح ناخذ فد سرفكتنت عندها نسبة ذوبانية محدودة، تمام؟ فيعني شلون تقولون انه هي المواد الموجودة بها اوكي راح تخليهم يمتزجن وحدة بالثانية بس بنسبة محدودة، نتيجة لهذا الشيء راح يصير فد بطء بالعملية مالتها، فيظهر لنا على انه هو شكل فوم يعني مستقر، تمام؟ هنا شي يقول يقول لك هاي السرفكتنت وين راح يصير التداخل مالتها؟ بين البروبلنت اللي هي الجزء اللي باعتبار الاورجانيك ويا من ويا الاكويوس فيس، راح تتشكل لنا طبقه خفيفه او خيوط خفيفه، هاي الخيوط الخفيفه هي اللي تنطينا الشكل المستقر للفوم، ايش يسمونها؟ اللوميلا، تمام؟ هاي اللوميلا يقول لك هذا القوام المميز هو اللي راح ينطي للستركتشر القوه مالته وينطينا الخصائص مال الفوم الصلبه. زين من هو المسؤول عن الجزء المستقر من الفوم؟ راسا قلنا اللوميلا. من يقول لك هي شنو هي اللوميلا؟ قلنا انه هي طبقه خفيفه نتيجه التفاعل مال السرفكتنت اللي جاي يصير ما بين الاكويوس والنان اكويوس، والتداخل مالتها راح تطلع لي فطبقه خفيفه، هاي الطبقه الخفيفه تحيط بالمواد مالتنا، خلينا نقول الوغفايه الموجوده هنايا حتحيط بيها، من راح تحيط بيها راح تنطيها شلون فد طبقه سميكه تحيط بيها، من تحيط بيها راح تخليها مستقره، تمام؟ هي هيك الفكره تقريبا، ومن تخليها مستقره مو بسرعه ياثر بها الجو او شيء وتنهار وتروح القوام مالتها. زين فهنا نكمل لك شيء، يقول لك ايه السمك والطبقه محكمه الاغلاق مال اللوميلا هي اللي توفر للستركتشر الفوم اللي هي انه هي قادره على انه باعتبار تحافظ او تدعم هذا الوزن مالته اللي هي هاي الوغفايه، هاي الطبقه اللوميلا صارت نتيجه التفاعل طبقه سميكه ومحكمه، تمام؟ نعيد ثاني نوع من الفوم اسمها ستيبل. من اسمها ستيبل يعني شنو هو؟ يعني مستقرة من ناحية المظهر مالتها، يعني مو بسرعة نخسر الوغف، يعني مو من الرشة رأسا يروح، لا راح يظل لفترة من الزمن. ذكرنا مثال عليها مثل كريمات الحلاقة. جاي يقول ليش هذا الفوم جاي ينتج؟ أقله لأن السرفكتنت اللي جاي يستعملها عندها كمية محدودة من ناحية ذوبانيتها بالأورجانيك والنن أورجانيك، يعني أو الأكويوس والأورجانيك، تمام؟ جاي يصير ولا ورا ما يصير التفاعل او الانترفيس ما بين البروبلنت والاكويوس فيس راح تتشكل لي طبقه خفيفه، الطبقه خفيفه انا اسميها اللوميلا، هاي اللوميلا راح تحيط بالوغف مالتي فتنطي للستركتشر قوه وتنطي هذيك الخصائص اللي سولفنا عليها. يقول لك اللوميلا هي طبقه سميكه او محكمه الاغلاق
فلهذا يعني التاي، حتى إذا تذكرون التاي جاكشن هاي اللي تربط الخلايا تعتبر قوية جدا من ناحية الإحكام مالتها، تمام؟ هي تنطينا للستراكتشر فد قوة قادرة على أنه تحمي الأشياء الموجودة داخل، هي مو هيك طبقة تحمي الشيء الموجود بنصها، تمام؟ هسه شنو التوبيكال مال البريكينج، يعني هذا يروح بسرعة لو ما يروح بسرعة، من اسمه بريكينج يعني يروح بسرعة، زين نتخليه من هنا ويروح من هنا. فهسه انطانا مثال اللي هن ذني الثنين. هسه كمل عنا وقال انه انطانا نوع من الفوم اللي هو الفاجينال، اللي يقول لك هذا المكونات مالته الموجوده يعني الماده الفعاله هو الاستروجين. شوف المعلومه قبل كنت اعتقد يعني من كنت احفظ ما افهم، الاستروجين هو موجود يعني فقط عند الفيميل، طلع خطا، اللي يعني موجود بالفيميل وبالميل، وحتى التستوستيرون يعني يكون موجود بالفيميل وبالميل، لكن بكل يعني خلينا نقول بكل الجنسين اكو واحد موجود منه كميه اكثر، بس ما نقول انه هو ما موجود الثاني، لا موجود لكن بكميات قليله. فهسه الاستروجين هو صح موجود عند الفيميل بكميات عاليه لكن موجود بكميات قليله لدى الولد. فهسه المهم يعني الفكره مالتنا انه الاستروجين الموجوده بالفاجينال فوم شبيهة وبها مواد ايضا تمنع الحمل، هي هاي المكونات اللي حاليا يعني يسوونها وشغلون ميمها الفوم. اي يقول لك انترا فاجينال يعني حتكون داخليه، وبنفس الطريقه اللي كنا نستعمل بها الكريمات، وحتى بنفس الطريقه اللي استعملنا بها السبستري تكون انسيرت يعني داخليه. يقول انه هاي يعني الفوم والماده البقيه راح تتخلى بالفاجينال، وانه برا ما باعتبار انت تضغط على هذا الفولز او الصمام مالتها راح تتدفق لك الماده مالتك، زين. واكيد هاي الكلمه عرفناها انه بالنسبه للايموشن الموجود بالفوم هو اويل ان ووتر، بس انه هو يكون اخف من الكريمات اللي احنا نستعملها ممتزج بالمي، تمام؟ يعني من اقول ممتزج بالمي يعني هو عنده خصائص ايمولنت، خصائص مرطبه ونم دهني، يعني ما بي لزوجه، تمام؟ هاي بالنسبه للفاجينال فوم. اما بالنسبه للركتال فاكيد ايضا داخليا، ويقول لك انه هو يستعمل لعلاج الالتهابات والاضطرابات اللي يصير بالركتال، وانطانا ثلاث امثله عليها والتراكيز مالتهم. لهنا انا خلصت المحاضره، شكرا لانصاتكم.